أرحب فيكم مشاهدينا الكرام، معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج أكاديمية. وبداية اللي قاعد يتابع برنامج أكاديمية حاب أوصل رسالة لكل الجموع الطلابية اللي قاعد يتابعون مباراة الكويت. يا جماعة حدوا مباراة الكويت لأن ما منها فائدة خسارة، وتابعوا برنامج أكاديمية لأن نناقش اليوم الشأن الأكاديمي والمستوى الأكاديمي والجامعات الخاصة بدولة الكويت. قبل أسبوع تقريبا سويت حلقة عن الجامعة العربية المفتوحة مع مديرها الأستاذ نايف بجاد المطيري، وكان هناك يعني كثير من المحاور التي طرحت من قبل الجامعة والهيئة الإدارية وناقشناها، وماذا يحتاج الطالب في الجامعة العربية المفتوحة من وجهة نظر الجامعة. ولكن تفاجأت عندما انطلقت هذه الحلقة بعدها، بعد ما انتهينا من هاللقاء، إن في كثير من الردود الأفعال اللي تلنا على تويتر مواقع التواصل الاجتماعي مستاء جدا لأن ما خدمت اتصالات، ولأن ما قرينا كل التعليقات، ولأن ما كان هناك مواجهة. ولذلك اضطريت إني أسوي حلقة، وهذه الحلقة كانت رداً على كل من استفسر في تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، اللي كان بيتواصل معي واللي كان عنده مساءلات، اللي كان عنده مطالبات، اللي كان عنده هموم وطرح قضايا. قلت لهم يا جماعة نخصص لكم حلقة وتعالوا، لكن أن أنسق مناظرة فيما بينكم وبين مدير الجامعة هي ليست من اختصاصي، فمدير الجامعة لما بيحضر بيطرح آرائه مو جاي علشان يتناظر. هذه كانت وجهة النظر اللي حبيت أوضحها. المشاكل اللي عند طلبة في الجامعة العربية المفتوحة كثيرة، ولكن أيضاً طالب في الجامعة العربية المفتوحة هو مقصر. يعني لا يعتقد الطالب أن هالهموم إحنا بنعرفها بالطاير ولا بالأحلام ولا بقراءة الودع. لما نروح حق الجامعة العربية المفتوحة قبل أسبوعين حاولت أصور مع الطلبة، ما حضر عندي إلا عبد العزيز الطلب ومجموعة من الطلبة اللي طرحوا مشاكلهم. ما كان هناك أي طلب أكاديمي أو أي مشكلة أكاديمية. قبل يومين لما رحت حق الجامعة العربية المفتوحة علشان أصور وأنا منوه في تويتر وكان في تنسيق مع مجموعة من الشباب، لم يقبل أي طالب بالتصوير. فالطالب هنا عليه اللوم، ولا يقول ليش أحد ما صورته وما تكلمته، وهذه مسؤولية الطالب في الجامعة العربية المفتوحة. الشباب اللي تكلموا في تويتر وجهنا لهم دعوة، يا جماعة اللي حاب يحضر يدخل علي في الخاص بتويتر ويكلمني وأنسق معه على الواتساب ويحضر عندي البرنامج. هناك ثلاثة من الشباب النشيطين جدا اللي تواصلوا للأمانة واللي حضروا واللي حبوا أن يطرحون آرائهم. أرحب بالضيوف الكرام اللي حرصوا اليوم على التواصل معي في برنامج أكاديمية، بداية مع عبد الرضا الفياض ممثل القائمة المستقلة في الجامعة العربية المفتوحة. حياك الله معي. أهلا وسهلا فيك. أخوي عبد الرحمن القطان رئيس حركة المتحدون بالأنابة، حياك الله معي. يا أهلا وسهلا. وأخيرا وليس آخرا جابر الشمري رئيس المجلس الطلابي 2013، حياك الله معي. الله يحييك. هؤلاء الطلبة اللي حضروا اليوم معنا يمثلون يعني الطلاب، وما زالوا يستمرون في تبني كثير من القضايا. يعني حتى لو أن البعض ابتعد عن المجلس الطلابي ويعتبر نقابي سابق، ولكن ما زال يتبنى الكثير من القضايا الأكاديمية ويعني تواصل مع الجموع الطلابية. للتواصل معنا عبر البرنامج ترسل كلمة مشاركة على الأرقام اللي تشوفونها أسفل الشاشة، أو أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الأرقام قاعد نشوفها مع بعض على الهواء مباشرة. أيضا أحب أذكركم بسؤال حلقة اليوم، وهو موجه للطلبة، الطلبة اللي حابين يتصلون حياكم اتصلوا، الاتصالات كلها متاحة لكم. مبدئيا أنا عندي 10 اتصالات، راح يعني أبتدي مع 10 اتصالات اللي عندي اللي من أمس وأول تمس، اخذ هالعشر اتصالات، واي مداخله هاتفيه راح تجيني على الهواء اليوم راح استقبلها من بعد هالعشر اتصالات. ولكن سؤال الحلقه وسؤال يعني ما يحتاج ان نذكر فيه مره اخرى، ولكن نشوفه مع بعض على الهواء مباشره اللي حاب يتواصل ويانا. ما هي احتياجات طلبة الجامعة العربية المفتوحة AOU اللي هي الاختصار لهذه الجامعة، والهاشتاج موجود على تويتر اللي حاب يقرأ بعض التعليقات وأبرز الاحتياجات موجودة على الهواء مباشرة معنا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا أحب أنوه أني وجهت دعوة للمجلس الطلابي الحالي اللي موجود، وظليت يعني أنتظرهم على مدار أسبوع كامل يردوا لي خبر. يعني وجهت دعوة المفروض ترد علي بعدها بيوم يومين ثلاثة أيام، ما وصلني رد إلا أمس بالليل. ونظرا لان عندنا اجراءات اداريه نحترمها ونحترم وجهه نظر القناه، لا يمكن اني احط ضيف بين يعني ليله ضحيه وعشاها بنفس السرعه احطه او بنفس اليوم. عندنا اجراءات معينه نتبعها مع الاداره، لذلك لم اتمكن من استقبال اي احد البارح. الايام اللي طافت وجهت دعوه للمجلس الطلابي الحالي ولم اتلقى منهم اي رد. وللعلم حتى الطالب اللي امس حب انه يشارك معنا من المجلس الطلابي الحالي هو غير ممثل عنه، يعني جايبين واحد مو من المجلس الطلابي،
قالوا هذا يطلع يمثلنا ولكن هو غير ممثل شرعي، لذلك تم رفضه من قبلنا شخصيا لأن الوقت كان متأخر، والأولوية للطلبة اللي شاركونا وتواصلوا معنا عن طريق واتساب. أبتدأ مع جابر الشمري رئيس المجلس الطلابي للعام الماضي، ودعنا نتحدث بداية عن دور المجلس الطلابي، ماذا يقدم للطالب في الجامعة العربية المفتوحة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. أول شيء نشكرك على هذه الاستضافة. الله يسلمك صاحب مكان. تسلم. للأمانة الإلغاء اللي سبق لغائنا إلغاء الدكتور نايف، الأمور اللي حصلت في تويتر هذا شيء طبيعي ورد ممكن من الطلبة أنه يبي يتحدثون أن ليش الدكتور ما ذكر المشاكل الكثيرة. نعم. لكن هذا ردة فعل أي طالب إذا شاف مدير الجامعة على الهواء مباشر. النقطة الثانية نقطة المجلس الطلابي الحالي اللي هو أنه ليش ما حضروا. كلنا عارفين أن المجلس الطلابي عنده أمور شاغلة حاليا في الامتحانات. نعم. فنحترم وجهة نظرهم إن شاء الله إحنا ما راح نقصر مجددين. المجلس الطلابي ما دور المجلس الطلابي وطريقة الانتخاب حاليا في الجامعة. المجلس الطلابي 50 عضو يمثلونهم 9 أعضاء هيئة إدارية، لكل طالب حتى المستجد له الحق أن يترشح المجلس الطلابي، لكن في 9 الهيئة إدارية لابد أن الطالب ما يكون عليه إنذار، يكون معدلة فوق النقطتين، من ضمن 9 يطلع الرئيس وأمين صير أمين صندوق المناصب للهيئة الإدارية. تمام، هذا واضح. أنتقل بشكل سريع جدا إلى القطان، نتكلم على حركة المتحدون. ليش هناك حركة وفي المقابل عندنا مجلس طلابي؟ شو اللي خلاكم تطلعون على الساحة الأكاديمية وعندكم مجلس طلابي ممثل شرعي يتبنى قضاياكم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لإضافتك لنا اليوم. شرف فيك. حركة المتحدون الطلابية طبعا موجودة في الجامعة العربية المفتوحة من 2009. نعم. أما المجلس الطلابي فهو منتخب 2011. تمام. لكن شرعي من 2012. نعم. كانتخابات. فالمتحدون كحركة طلابية في الجامعة العربية المفتوحة موجودة قبل المجلس الطلابي. تمام. وهذا يعني أن هي تتبنى القضايا قبل المجلس الطلابي؟ أو أنها قادرة على حل القضايا أكثر، يعني قوتها تضغط على الجامعة أكثر من المجلس الطلابي؟ حركة المتحدون الطلابي لا تعتبر ممثل شرعي. نعم. في نظر الجامعة العربية المفتوحة من قبل الإدارة. لكن وصلنا كثير من الأمور للجامعة الحمد لله، قدرنا نوصل مشاكل الطلبة، كنا صوت حر للطلبة الحمد لله. بعد ما طلع المجلس الطلابي طبعا صار هو الممثل الشرعي للطلبة، فصارت المتحدون كجزء من المجلس الطلابي من أعضائها. نعم، يعني أيضا القضايا اللي عندكم توصلونها لهم وما في أي خلاف؟ لا أبدا الحمد لله. تمام. فياض، يعني خلنا نناقش قضية القائمة المستقلة وكونك ممثل على القائمة المستقلة، لماذا اليوم القوائم موجودة وما دور القوائم في التواصل مع المجلس الطلابي؟ هل القائمة إذا عندها مشكلة تتبناها بشكل فردي ولا تتواصل مع المجلس الطلابي، ولا لا تتواصل مع المجلس الطلابي ويكون هناك عمل نقابي متعاون؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم وأشكر صلاة تم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه المنتجبين. أشكر لكم إتاحة الفرصة لنا للتعبير عن رأينا وإيصال متطلباتنا ومتطلبات الطلب. إيمانا بأن العمل النقابي يحتاج إلى تكاتف قوة طلابية، بناء مجلس الطلاب هو انتخابات سيمثل في جزء من القائمة المستقلة، جزء من المتحدون، جزء من الاتحاد. ولكن حين يكون هناك قضية شاغرة ورئيسية للطلبة فيجب أن تتوحد هذه القوة، سواء كانت قائمة مستقلة أو القوائم الأخرى والحركة المتحدون وقائمة الاتحاد وغيرها من ذلك. فكلنا نؤمن من أن في الاتحاد والضغط على الإدارة هو تحقيق المطالب، ومن باب التنوع النقابي بالنهاية هناك فكر يختلف عن آخر، وهذا هو من صالح العملية النقابية ومن صالح الطلبة، وبالنهاية كلنا يهمنا أمر واحد وهو مصلحة الطالب أولا وأخيرا. نعم. خلنا ننتقل إلى المجلس الطلابي بشكل سريع جدا. أنا عندي تقرير عن المجلس الطلابي مسويه مجهزة يتحدث عن المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة، ماذا يقدم هذا المجلس، فكرة إنشاء أهم القضايا اللي تبناها خلال أعوام المنصرمة. مع بعض خلونا نشوف هذا التقرير ونعود نتواصل مع الزملاء اللي موجودين معنا بالاستديو. مرة أخرى أذكر أن الشباب اللي متواجدين معنا بالاستديو تواصلت معهم بتويتر وكانوا يعني يتواصلون بشكل سريع جدا، بل كانوا مزعجين في تويتر، ولكن هذا الإزعاج المحبب اللي يدل على حرص الطالب على أن ينقل الصورة الواقعية من قبل الجامعة العربية المفتوحة إلى أرض الواقع وإلى الإعلام لنناقشها بشكل صحيح. خلونا نروح نشوف مع بعض هذا التقرير ونعود لنتواصل وإياكم. المجلس الطلابي هو تنظيم طلابي في الجامعة العربية المفتوحة
ويمثل كافة طلبة الفرع ويلتزم بتحقيق أهدافه كما يلتزم باللوائح والأحكام والقوانين المعمول بها في الجامعة والدولة المضيفة للمقر ووزارة التعليم العالي وأحكام الجهة المسؤولة عن التعليم الخاص بدولة المقر. ويهدف المجلس الطلابي إلى تحقيق الأهداف التالية: أولاً، إيجاد حلقة وصل بين الطلبة وإدارة الجامعة بهدف خدمة الطلبة وطرح قضاياهم والدفاع عن وجهة نظرهم لدى الإدارة. ثانياً، تعزيز روح المشاركة والتعاون بين الطلبة والإدارة وأعضاء هيئة التدريس. ثالثاً، تنمية الوعي بالقيم الأخلاقية لدى الطلبة. رابعاً، بث روح القيادة والمسؤولية لدى الطلبة. خامساً، ممارسة حرية التعبير عن الرأي وإثبات الهوية. أما الجمعية العمومية للمجلس الطلابي تتمثل في جميع طلبة الفرع والذين لم تصدر ضدهم أي عقوبات تأديبية ولا زالوا مقيدين بالجامعة. الإدارية تتمثل في مجموعة الطلاب والذين يتم انتخابهم من قبل أعضاء الجمعية العمومية وذلك على النحو وبالنسبة للهيئة الوارد للائحة. وتعتبر الجمعية العمومية هي السلطة العليا للمجلس الطلابي، وتدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة واحدة في السنة على الأقل بناء على دعوة الهيئة الإدارية وموافقة الإدارة الجامعية، وتوجه الدعوة من خلال لوحات الإعلان المتوفرة داخل الحرم الجامعي والوسائل الإلكترونية والمنتديات الجامعية إلى جميع الأعضاء قبل 10 أيام دراسية على الأقل، ويجب إرفاق جدول الأعمال بالدعوة. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معكم في برنامج أكاديمية. تليفوني طفاي، فالتعليقات اللي قاعد توصل ما راح أقدر أقراها. قبل الحلقة وصلني تعليق واحد من أخت فاضلة، كانت تشتكي من قضية الامتحانات المؤجلة ودفع رسوم لها، كانت تشتكي من قبل أيضا القضية الثانية، الطلبة اللي يدخلون الجامعة أو عفوا الشباب اللي يدخلون الجامعة وهم غير طلبة، تمشى داخل الجامعة بس بعدها رايح حق فندق ولا مجمع ولا مول، وهذا يضر بسمعة الطالب وطريقة معاملة الدكاترة وأعضاء هيئة التدريس لبعض الطلاب فيها يعني أحيانا تقليل من الذوق العام إن صح التعبير. هذه يعني أعظم معظم التعليقات اللي وصلتني قبل الحلقة. برجع إلى الشباب المتواصلين معنا. مخرج عندنا اتصال، الله يرضى عليك، عشت. خلنا ننتقل لجابر، خلنا نسولف شوي على أبرز القضايا اللي كانت عندكم السنوات اللي طافت وشنو دوركم كإنجازات. يعني هناك قضايا تبنيتوها خلال السنوات طافت، في انجاز بالمقابل، سولف لي عنها. اول شيء، احنا المجلس الطلابي تبنى الكثير من القضايا، لكن في قضايا تبنيناها وما زالت عالقه، مثل قضيه مسارات والماجستير. نعم، قضيه مسارات والماجستير تكلمنا عنها كثيرا، يعني كان في اعتصام 18/3 وايضا تكلمنا عن المسارات لكن ما زالت عالقه. النقطه الثانيه اللي هي المرافق الجامعيه، تقدم دكتوره موضي من استاذ علي قلاف بكتاب لنا المجلس الطلابي بان القضيه انحلت، المرافق الجامعيه راح تنتهي وراح تتطور. كتاب تقدم تاريخ 18/5. والنقطة الثالثة تبنيناها اللي هي الاعتراف بالقوائم. ما زالت قوائم طلابية في الجامعة المفتوحة، مثل القائمة المستقلة من 2003 موجودة في الجامعة، حركة المتحدون، قائمة الاتحاد الطلابي، قوائم كثيرة في الجامعة العربية المفتوحة ما زال عدم الاعتراف فيها، ما زالت انتخاباتنا انتخابات فردية. لكن مثل إنجازات هذه، شنو السبب؟ هل هناك سبب؟ السبب قال أنه ما عندكم لائحة تنظم عملية القوائم. تقدمنا بلائحة من المجلس التأسيسي 2009 بقيادة الأستاذ مبارك العربود، تقدمناها وعطيناها حق الدكتور موضي. دكتور موضي قالت أنه وصلناها لمكتب الأمير طلال عبد العزيز اللي هو رئيس مجلس الأمناء، وما زالت القضية عالقة بانتظار موافقة الأمير طلال عبد العزيز. الحكي هذا من 2011 ما زالت عالقة. عالقة، تمام. عندنا إنجازات أكاديمية، بس لو أن المخرج يحط لنا، تفضل حطها يخلها كذي هو يأخذها. هذا شنو ابرز الانجازات؟ سولف لي عنها. هذه الانجازات الاكاديميه، مثلا حل مشكله تظلمات الواجب TMA، وتم السماح لاكثر من 300 طالب تسليم الواجب. عندنا حل مشكله ماده ماليه اسلاميه، حل مشكله طلبه تخصص ادب انجليزي كان ما في مواد تنزل بالصيفي، تمديد فتره سحب المواد الدراسيه، اعاده تصحيح درجات الواجب حق ماده MU، كان في دكتور الله يمسيه عليه بالخير دكتور قتيبه، عطى الطلبه كلهم 4/3/4/20 بالواجب. تقدمنا بشكوى على الدكتور قتيبة، تم إعادة تصحيح وأقل طالب أخذ 15. تمام. مادة MU 1 2 3.
زيادة عدد الشعب الدراسية، إدراج مواد تخصص، يعني الكثير الأمانة من 23 نقطة، أمور أكاديمية، أمور أنشطة فعاليات، عندنا أيضا 26 نقطة بس إنه لو نحطها بشكل سريع. هذه أيضا مجموعة من الأنشطة. الأنشطة. ذكر لي أبرزها على سبيل المثال. أبرزها أطلقنا حملة لدعم فريق الجامعة للمناظرات بتاريخ 2/4. تمام. رحلة المدينة التربية بتاريخ 21/3. حطها على الكاميرا، حطها على الكاميرا. هذه أنشطة فعاليات طبعا. أي نعم. هذه مجموعة مو واضحة، ولكن هذه الورقة موجودة لدينا في برنامج أكاديمية، إن شاء الله هذه الورقة لنا. عدل. لك. اللي حاب ياخذها أو حاب يعني يشوف نسخة منها ما في مشكلة نصورها. بعضهم إقامة معرض بعنوان شكل الدي تاريخ 17/5، يوم رياضي بعنوان سبورت دي بتاريخ 24/5، ندوة بعنوان أسس مبادئ التسويق الإلكتروني. هذا كله لما كنت في المجلس الطلابي السابق. من المجلس الطلابي الحالي طبعا لا أنشطته ولا إنجازاته. لا أنشطته وإنجازاته. لكن صار أسبوعين مسك، خلينا نعطيه فتشة شوي. تمام. أسبوعين وامتحانات. يعني صار لك أسبوعين مودع. الله. طيب انتقل الى قضية المتحدون. مخرج يمدي نناقش محور اللي نطلع فاصل. تبي تطلع فاصل؟ حاضر. فاصل ونعود نتواصل وياكم. رجعنا من بعد الفاصل، أسعد المشاهدين، متواصلين معاكم في برنامج أكاديمي. ومرة ثانية أذكركم بأن الطلبة اللي معاي من الجامعة العربية المفتوحة وكلهم يعمل في المجال النقابي. أنتقل بشكل سريع جدا إلى أخوي عبد الرحمن القطان كطالب ويعني كممثل لحركة المتحدون ورئيسها بالإنافة. شنو أبرز المشاكل الأكاديمية اللي تشوفها عالقة وموجودة في الجامعة العربية المفتوحة واللي تعتبر هاجس لكل طالب؟ المشاكل الأكاديمية حاليا اللي عندنا بالجامعة كما ذكر منهم أخوي جابر، المسارات، اعتراف المسارات للحين مو معترف المسارات خصوصا تخصص إدارة الأعمال. عندنا طرح التخصصات الجديدة، هاي دائما مطلوبة من قبل الطلبة، واجد يشتكون منها. ثلاثة برنامج الماجستير. أربعة، الشعب في بداية كل كورس. عندنا في بداية كل كورس دراسي يسجل الطالب في شعب يحصل نفسه بشعب ثانية. فهذه كل طالب أغلب الطلبة يسجلون، أسجل بشعبة بعد أسبوع أنا بشعبة ثانية. يعني عليها شكاوي كثيرة للحين ما انحلت. شنو سببها يعني؟ من المسؤول عنها؟ هذا المفروض من قسم القبول والتسجيل والإدارة الجامعية. أوكي. طيب. أنا بس بزيد على النقطة بس. على نفس السؤال هذا. الشعب الدراسية مثل ما تقول من المسؤول عنها؟ بكلمك على الكورس اللي طاف. كورس طاف، إحنا كم طالب الجامعة العربية المفتوحة مسموح له مجلس جامعات خاصة 8000 طالب. الجامعة استقبلت طلبة عدد 1000 طالب مستجد كان عندهم 7000 وصلوا 8000 سكروا العدد اللي مسموح لهم بمجلس جامعات خاصة. عندنا بعد الأسبوع اللي وراه في تسجيل متأخر، هل في جامعة بالكويت أو بالعالم ككل ما فيها تسجيل متأخر؟ في طبعا كل جامعات فيها تسجيل متأخر. لك أسبوع على الأقل. جامعتنا كورس اللي طاف سكرت تسجيل متأخر، قالت ما في تسجيل متأخر. السبب شنو؟ بعد ما عرفنا السبب بأن الدكتور نايف مسي عليه بالخير استقبل 1000 طالب وسكر 8000 قبل نوقف احتجاجيه. الجامعه ما عندها حجه، طلبتك لازم دخلهم. سوت سجلت 300 طالب تقريبا تعليم مستمر. اوف طالب انا عندك شلون ما تسجلني انت؟ قال اسجل تعليم مستمر. زين بطلع جدول، طلع غير منتظم. زين شلون غير منتظم وانا مسجل عندك بالكورس؟ لا انت مو مسجل عندي، مسجل تعليم مستمر، وبعد الكورس هذا اول ما تنجح اعدل لك الماده. هذه مشكله الشعب الدراسي عندنا. تمام، هذه مصيبة طامة كبرى. خلنا ننتقل بشكل سريع جدا إلى عبد العزيز، معي مداخلة هاتفية. عبد العزيز حياك الله معي. الله يحييك حبيبي. هلا والله عبد العزيز، عندي معاك 45 ثانية دقيقة إلا، واللي يعني الوقت 45 ثانية ما إيه تفضل قول اللي عندك. عليكم. ألو قول عبد العزيز تفضل قول. السلام عليكم أو يوم سعيد الخير عليكم جميعا. بالبداية احنا نختصر الموضوع، اتوقع الشباب غطوا اغلب المشاكل اللي صايرة بالجامعة. نعم. وانتم طرحتوا ان ماذا يحتاج الطالب بالجامعة العربية المفتوحة. انا اقول شنو اللي ما يحتاجه الطالب بالجامعة العربية المفتوحة؟ مشاكل كثيرة قاعد نواجهها، قاعد نعاني منها معاناة كبيرة نعانيها من بداية المجلس الطلابي 2012 عاصرته. نعم. مجلس الطلابي 2016 عاصرته، ومجلس الطلابي هذا بقيادة بدر الخالدي، والحين احنا قاعد نشوف
كبداية رسوم ال 40 دينار هذه اللي قاعد يتكلمون عنها 39 يمكن غطوها الشباب، هذه طامة كبرى صايرة الحين معانا بالجامعة، أصبحت يعني الشغل الشاغل بالطالب. احنا ما نتكلم عن مشكلة واحدة بس، نتكلم عن مشاكل وايد. مشاكل كل بداية كورس يطلع لنا قرار من إدارة الفرع بمشكلة مصيبة تحتاج إلى وقفة جادة من القوام طلابها. نعم. شكرا لك عبد العزيز. 45 ثانية يعني الوقت المتاح للاتصالات علشان اخذ اكبر قدر ممكن من الاتصالات. في بعد اتصال ثاني مخرج؟ جهز لنا الاتصالات. هذه القضية قضية ال 40 دينار علشان تأجيل الامتحان، كل الطلبة اليوم يشتكون منها، بسولف فيها بعد شوي. يعني شوي بأجلها على ما اسمع ابرز المشاكل الأكاديمية اللي تواجهك، ودوركم كقائمة ايش سويتوا فيها؟ ابرز المشاكل الأكاديمية تمثلنا قضية المسارات، هذه بداية، قضية المسارات على سبيل المثال حتى تضح للمشاهد. قضية المسارات، أنت تدرس إدارة أعمال، المسار محاسبة. لما تخرج راح تكون خريج معامل كخريج إدارة أعمال. لما تدرس ماستر للمحاسبة راح يجبرونك تدرس سنين زيادة حتى تعادل وتحصل على تخصص المحاسبة اللي أنت أصلاً دارسه بالجامعة المفتوحة. لكن عندنا مشكلة عدم اعتراف بالمسارات، إضافة إلى أن إذا على سبيل المثال توظفت بالديوان لن تحصل على الكادر، كونك أنت مو محاسب ستعامل معاملة الإدارة. تخصصات وبرامج جديدة، دائما وعود من الإدارة الجامعية، راح نضيف تخصص تربية، راح نفتح تخصصات جديدة، هندسة غير. زين، ليش ربطتوا أن قضية تخصصات جديدة ودراسة الماجستير هو قرار سهل يتم أخذه بسهولة جدا من قبل الجامعة وغير مرتبط بوزارة التربية والتعليم العالي ورؤية الجامعة؟ يعني أنا لما ناقشت الدكتور طرح الموضوع قال أن قضية الماجستير أيضا التخصصات الجديدة هي في البال وإحنا نتمنى قبل الطلبة، ولكن هناك ايضا بعض العراقيل من قبل التعليم العالي وزارة التربية والجامعة الرئيسية ايضا، ليش احنا ما يعني ما حطينا لهم العذر؟ احنا ما نحط لهم عذر لان احنا نطالب اسوة بالفروع الاخرى للجامعة المفتوحة تقدم برامج الماستر. نعم. والتخصصات الاخرى. نعم. ادراج الجامعة تحت البعثات الداخلية، هذا مطلب طالبنا فيه ايضا في من ضمن الاعتصام اللي اعتصمناه في السابق، وعدونا خير لكن كنا ننتظر حل لهذه القضايا، لكن فوجئنا بمشاكل اخرى اكاديمية تتمثل بالتنسيق. مثل ما ذكر اخواني احنا نعاني من مشكله التنسيق، انت تسجل شعبه تلاقي نفسك بشعبه اخرى، تغيير مستمر للمناهج، اضافه الى قضيه التي ام اي، انت يحط لك واجب تي ام اي، في اسئله تكون مو مغطاه اثناء المحاضره، ويدش عليك المتين، ويدش عليك التاريخ، الكديت حق تسليم الواجب، الموعد النهائي وانت للحين مواصل حق المنهج او الباب اللي يختص هذا السؤال، فتروح تراجع الدكتور وتبعث المعلومه، وبالنهايه اغلب الطلبه. طيب خلينا ناخذ يعني بشكل سريع جدا مداخله هاتفيه من اختي ريم الموسى، حياك الله معنا اختي ريم. ريم الموسى. السلام عليكم. حياك الله، عليكم السلام، انت معنا على الهواء مباشره في برنامج اكاديميا، نناقش اليوم ابرز القضايا والمشاكل اللي تواجه الطالب. معاي ريم؟ راح الاتصال، ندق على ريم مره ثانيه ونرجع نتواصل معكم. علق جابر، ايش كنت بتقول؟ انا بقول ان امس يوم الدكتور نايف اللقاء السابق سالته سؤال، قلت له دكتور هل انتم محتاجين شيء من مجلس جامعات خاصه؟ قال لنا نشكر مجلس جامعات خاصه ما احنا محتاجين، لكن السؤال اللي طرح نفسه، هل الجامعه قدمت كتاب رسمي الى مجلس جامعات خاصه حق المسارات؟ هذا السؤال، هل تقدمتم؟ لا. نرجع نقول واثق ان لا، احنا نسال، خاطبتهم ما ردوا علينا. ايوه، ولكن لا نعلم اذا تم، اذا كان في ولا ما في. هذا السؤال سالتك، هل قدموا؟ انا قلت لك ما قلت لك ما قدموا، قلت هل قدموا ولا لا. نعم. ما ردوا علينا. دكتورة موضي كانت وزير التربية، من كانت دكتورة موضي وزير التربية ما كان عندنا مسارات، كانوا يقولون كنا نطالب فيه، وهي كانت وزيرة ما طرحت المسارات، لكن هي مديرة الجامعة الآن، هل تطرح؟ هل تقدموا وتكلموا بشكل رسمي؟ ما شفنا أي كلام، نبي شيء فعل، نبي رسمي. دكتور نايف قاعد يقول أن ما عندنا احنا مشاكل، احنا اللي عندنا الحين أمورنا كلها خالصة والحمد لله، وطالب أعلى مستوياته وبأعلى صرح جامعي جامعة رمي مفتوحة، كل التقدير والاحترام لكل طلبة موجودين، لكن أنت المشاكل اللي عندك ما أنت قادر تحلها. إذا برجع لك أنا على تسليم الواجبات تتكلم عنها عبد الرضا، هل الواجبات نطالب فيها كل كورس؟ لمتى إحنا كل كورس نجي نعلق لك بوقفة احتجاجية عشان تمدد لنا الواجبات؟ إحنا يوم نجي نوقف وقفة احتجاجية، هي رسالة الوقفة الاحتجاجية، هي شنو وقفة احتجاجية؟ تجمع طلابي محمي داخل الحرم الجامعي، هي رساله يا اداره الجامعه عشان تعرفوا بان الطلبه رافضين هذا القرار. تمام، انا واضح معك يعني، وايد الكلام اللي تقوله، لا غبار على الكلام اللي قاعد تقوله. عندي اخوي علي العنزي. علي حياك الله معي.
الله يحييك ويبقيك. علي بشكل سريع جدا النقطة اللي عندك تفضل فيها. طبعا أمسي عليك أول شيء وعلى الموجودين معك، بس أنا عندي سؤال سريع. تفضل. بخصوص الكافتيريا اللي قاعد يعانون منها الطلبة بصورة غير طبيعية ومنها إلى حالات تسمم أحيانا. نعم. فما شفنا شيء جاد الموضوع هذا إلى الآن. نعم. وبس يعطيكم العافية. يعافيك. لنضيف النقطة اللي سألتني فيها. أيضا إضافة للقضايا اللي ذكرتها أنا كنت بذكر الأخ تطول المرافق أيضا وعدوننا خير الكافتيريا في حال يرثى لها على الأبسط. إنزين إنزين اللي سمع يعني الدكتور لما كان موجود معانا قال إن تم توقيع عقد جديد مع شركة جديدة، هذه الشركة ستبدأ في يعني نهاية الكورس الحالي اللي إحنا فيه أعتقد على الكورس اللي جاي الفصل القادم. نتمنى ذلك. ويعني المفروض إن الطالب ما يستعجل يعطينا مدة لأن كان في عندهم عقد، وفي حالة يبي يلغي العقد مع الكافتيريا الأولية ممكن يدخل في نزاع ويدخل في دفع مبالغ وغرامات. عدل أنا معك، لكن أنا بوضح لك نقطة. الشركة اللي وقعوا معها العقد توقع العقد من شركة اللي هي ستاربكس. تمام. زين بقول لك أنا بتكلم شو عن ستاربكس، إحنا مو ضد ستاربكس. لا لا إحنا لا نذكر أسماء على الهواء. لكن بقول لك شغلة أستاذي. الحين جامعة عرب مفتوحة 8000 طالب ينتمون لها 73 جنسية، هل ستاربكس الغيبة المادية؟ أتمنى عدم ذكر هل المشروع اللي وقع مع العقد هل الغيبة المادية راح تسمح لكل الطلبة أنهم يقدرون؟ شو المطلوب؟ المطلوب أن إحنا نبي المشروع اللي راح ينزل عندنا يكون سعره المادي أقل، يكون سعره المادي بحسب الكافتيريا الموجودة عندنا. في طلبة عندنا وافدين وغيره، في ناس ما تقدر تدفع. أنتم يا جماعة رجبوا لي شركة تعال اشتري عندها أي شيء بسعر خيالي. إحنا نبي شركات عالمية، لكن نبي شركات أخرى مثل المشروع اللي أنتم جايبينه ترى ما في أكل. نعم. هذا. خناخذ المداخلة الهاتفية اللي معي. منو معي مخرج؟ دعاء. هلا والله. منو معي دعاء؟ أين عن دعاء؟ طيب دعاء كنا قاعد نتكلم عن أبرز القضايا اللي تواجه الطالب في الجامعة العربية المفتوحة، شنو حابة تقولين؟ أي نعم، حابة أتكلم عن تأجيل الامتحانات. طبعاً بالبداية أمسي على كل الموجودين. نعم. أحب أتكلم بشكل مختصر. نعم. فرض الرسوم على تأجيل الامتحانات قرار يضر جميع الطلبة، جميعهم أغلبهم حالتهم المادية ما يعلم فيها إلا الله، والمبلغ حيل مضاغطين فيه صراحة، وحاطين لنا شروط تعجيزية لعدم الدفع، وطبعاً نعم. العذر إن جميع أفرع الجامعة تدفع الرسوم. طيب اوكي امانة بالله يدفعون مو مشكله، لكن هل يقصى 40 دينار للتاجيل؟ طبعا اللي خفضوه 39، ويدعون انها جامعه غير ربحيه وغير مراعين ابدا الظروف القهريه يعيشونها جميع الطلبه. طبعا هذا شيء، وشيء ثاني وقت نزول القرار بوقت الامتحانات، يعني وقت غلط وقرار غلط. نعم. حدث صراحه ظلم، لكن نعم. ان شاء الله باذن الله ما راح نسكت عن هالقرار، واحنا كلنا رافضين هالقرار وبنتعامل بهالقضيه بشكل اكبر، وإن شاء الله جيتها. شكرا لك دعاء. قضية القرار اللي صاير على القرار، الجامعة العربية المفتوحة طلعت بقرار جديد، كنت أتمنى أن أوجه هذا السؤال للدكتور مدير الجامعة نايف جاد المطيري، ولكن بإذن الله يعني سيشاهد هذه الحلقة ويجيب على هذا التساؤل. اللي يبي يأجل الامتحان في أي جامعة، بجامعة الكويت ولا في الجامعات الخاصة، يرسل إيميل للدكتور أو يروح حق الدكتور أو يغيب بعدين يجيب طبية يبلع عذر طبي. اللي صاير في الجامعة العربية المفتوحة انك اذا تبي تأجل الامتحان تدفع 40 دينار. فاذا انت ماخذ 3-4 مواد وعندك مشكلة في هالاسبوع تدفع لك 250 دينار اللي هو اغلى من قيمة الكورس او مقارب يعني لقيمة الكورس، وهذا يعني مشكلة كبيرة جدا يواجهها هؤلاء الطلبة. هذه المشكلة يعني خذت صدى كبير جدا، تم طرحها في مواقع التواصل الاجتماعي، الطلبة بدأوا يتذمرون، اللي عنده ظروف ايضا بدأ يشتكي، مو كل الطلبة قادر على دفع هذه المبالغ إذا كانت هذه المواد كثيرة. رأيك بقضية دفع هذه المبالغ أثناء الغياب، ليش طلع القرار وشنو ردة فعلكم، هل كان هناك عندكم وقفات احتجاجية؟ أول شيء القرار اللي هو 39 دينار قرار مفاجئ للأمانة. أنا طالب، لنفرض مثلا أنا عندي أول اختبار أجلته، القرار نزل متى؟ ثلاث يوم اختبارات الساعة 10 الصبح. أنت على أي أساس تعطي قرار وقت الامتحانات؟ احنا بنتكلم أول شيء بشكل سريع، الجامعة العربية المفتوحة جامعة غير ربحية، لكن ما نلاحظ الآن العنصر المادي سيطر على الجامعة العربية المفتوحة، كل شيء فلوس، كل شيء مادي. لمتى احنا وصلنا؟ أنا بعطيك مثال الحين، الطالب عندي امتحانين بنفس اليوم، أنت حاطط جدول دراسي، عندي امتحانين بنفس اليوم، على أساس أنا أدفع فلوس؟ نزل قرار أمس بأن الطالب اللي عنده امتحانين بنفس اليوم ما يدفع فلوس. أنت بأي أساس من أول شيء تحط لي أن إذا عندي امتحانين بنفس اليوم أجي أدفع فلوس؟ تمام. أنا بطوف لك هذه. اثنين، عندي نقطة ثانية. أنا سويت حادث يا أخي، عندي حالة وفاة. لا سمح الله،
فاضي انا اجيب لك عذر طبي او تعال ادفع فلوس؟ زي شلون يعني؟ اذا عندي حاله وفاه انا ما تقدرون شيء هذا؟ اذا انتم ما ترعون طلبتكم من اللي يراعيهم؟ من وين تبون نجيب لكم عذر؟ بعدين يقول تجيب لي عذر قهري من مجلس طبي يوقع رئيس المستشفى. انا ما احصل رئيس مستشفى الحين، انا تعبان انا أيه. مريض اجيب لك عذر احمد ثوان، اجيب لك اروح رئيس المستشفى اوقع على طبيه عشان امتحان طيب. عشان تطيح من عندي 39. بخليك تكمل. عندي ايضا مداخله هاتفيه من اختي ابرار. ابرار ابرار حياك الله، معي في برنامج اكاديمي، انت على الهواء معي، شنو حابه تقولين بشكل سريع جدا؟ أشكر القوائم صراحة كلهم ما قصروا مع الطلبة. نعم. ثانيا المشكلة اللي طرحها أخوي سوا صح، يعني الحين مو شرط إني أنا لازم أكون مريضة يكون عندي لازم ظرف قهري. شكرا. إنزين أنا كان عندي حالة وفاة. نعم. وفاة أختي، يعني أكثر من كذي شنو أجيب لهم؟ طيب. في بعد عندك تعليق؟ إيه. وبعدين سالفة الأفقاد، يعني يجبرونك ولا تهديد بالرسائل يا نعم. ستة يا ناخذ الإجراءات اللازمة. زين إذا إحنا أربع خوات أتحق منه ولا منه ولا منه صحيح ولا لا؟ صحيح. إيه ويجبرونك أو يدزولك رسالة وموعد محدد يا تدفع يا تنفصل. أوكي. يعني صراحة ما ندري شنو نقول. نعم. في بعد تعليق ثاني ولا؟ نعم. في بعد تعليق ثاني ولا لا؟ أبرار انقطع الاتصال. طيب ابي ايضا اخذ راي الشباب اللي موجودين معنا. رايك بقضيه ال 40 دينار او ال 39 دينار مثل ما تفضل اخوي جان. ال 39 دينار اول شيء القرار اول يوم اختبارات نزل مو رسمي، كان شفهي نعم. من قبل قسم الاختبارات للطلبه، بعده بيومين نزل قرار رسمي اللي هو 39 دينار على جميع الطلبة المؤجلين الاختبارات. قبل انتهاء الاختبارات بيومين تم نزل قرار اللي هو 39 دينار ما عدا اللي عنده عذر طبي من مجلس طبي. اللي عنده عذر يستثنى من لكن من المجلس الطبي. تمام. اللي قالها جابر مستحيل وصله. اي بالضبط. تمام. وان مجلس طبي اروح انا معي طبية مريض اخلص اختفي من مسؤول المستشفى. ليش طلع القرار؟ ما عرفتوا ليش القطلان طلع القرار؟ هل كثرة الغيابات ممكن تكون يعني الحين كثرة الغيابات تتم على الجامعة ان تنزل علينا القرار ب 39 دينار؟ يعني هل كان كثرة الغيابات هو سبب هذا القرار؟ اذا كان كثرة الغيابات الجامعة ما وضحت لنا شيء، احنا اليوم سوينا وقفة احتجاجية ووقفنا قدام المقر الرئيسي والجامعة ما وضحت لنا شيء، الإدارة ما اعطتنا سبب مقنع ان افرض علي 39 دينار مقابل تأجير اختبار. تمام. خلني اقرا تعليق يعني بشكل سريع جدا بما ان الموبايل اشتغل. وصلني تعليق قبل الهواء من طالبه بالجامعه العربيه المفتوحه، حبيت انوه اني كطالبه محتاجه جو دراسي ساعدني على التحصيل الدراسي، يعني مو معقوله السواق يسفطون مسافه البنات، هذا واحد، وانا قاعد ادور ساعه وين السكيورتي علشان يطلع لي الموقف. الكافتيريا ما تتحمل اكثر من 15 بنت، والاكل اظن ان الاخوان اللي عندك عارفين حالاته شلون صايره. الواجبات تتسلم مع الامتحانات، ادرس ولا احل الواجبات التعجيزيه اللي ما ادري عن نسبه تشابهها الا بعد ما يرصد الدكتور الدرجه. وفوق كل هذا قرار ان الواجب ما ياخذ الطالب فيه 20 اعلى شيء 19، ها يعني مهما درس طالب ما يوصل 20 ولكن ياخذ 19، دافعين الدرجه من جيبهم. رسوم التاخير 40 دينار ليش؟ يحطون امتحاناتي بنفس اليوم ويبوني ادفع 40 عشان التاجيل ليش؟ يعني يا أرسب بمادة يا تحصيلي بالثنتين ولا شيء يكون، يا أدفع 40. طيب ويا ريت في خدمات إلكترونية سنعة الجامعة منشار بكل شيء ممنوع، كل شيء بالفلوس، حتى الطباعة بالفلوس، حتى الجدول بالفلوس، والتسجيل وهم، والنفسيات هناك تيب الهم. الله يعينك إذا فعلا كان هذا واقع، وهذا ليس عن لساني ولكن لسان طالبة بالجامعة العربية المفتوحة. وأنوه أن كل ما ذكر بهذه الحلقة يعبر عن آراء أصحابها. راح أروح فاصل صغير وأعود لأتواصل وإياكم. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معكم في برنامج أكاديمية والفقرة الأخيرة عشر الأربع، عندنا ربع ساعة بشكل سريع جدا سنغطي هذه المحاور. رأيك
يعني بشكل سريع جدا عبد الرضا حول قضيه ال 40 دينار وتاجيل الامتحانات والمجلس الطبي ودوركم كقائمه في الجامعه. بدايه انا بذكر لك احنا طالبنا، انا حطيت تحت بنت مشاكل ماليه. في الكورس الماضي شفنا اجبار الطالب على شراء الحقيبه التعليميه، اضافه الى زياده اسعار المواد بشكل غريب ودون منهجيه. تمام. تقدمنا بالطلب هذا راجين انه وتوقعنا ان الحل من الاداره. تفاجأنا كون شعار الجامعه جامعه غير ربحيه في هذا الفصل كشفت عن غنائها والربحيه التامه، بدلا من الحل ضافت لنا اضافه رسوم تاجيل الامتحان 40 دينار و39 وقالوا هذه على كل الفروع، بينما احنا نشوفها متفاوته. في فرع البحرين يدفعون 39، نعم، فرع مصر يدفعون 15 ما يعادل 15 دينار، نعم، كويتي. دليل على تخبط الاداري، شافوا ان في القرار فيه غلط، نزل ثالث يوم حطوا لك شبه تعجيزيه، لكن هم شافوا انه عذر مثل ما ذكروا الاخوان المجلس الطبي. اضافوا مشكله اخرى اخوي احمد، هي الغاء جدول دراسي حق اللي تاخر الدفع من الطلبه المستمرين. تمام. كونك انت طالب مستمر تقدم على الاقساط، طبعا بعد ما تقعد يا دكتور تشرح له الحاله وكانك انت ذاهب الى مجال التبرع وليس تدرس، تقعد تشرح يوافقوا لك، اذا تاخرت يوم واحد اسقطوا جداول عديد حتى يتيح لهم المجال للقبول للطلبه. نعم. الجدد للربحيه اكثر. تمام. وانا ما نعرف وين شعار الغير ربحيه. ثواني خلنا ناخذ الاتصال محمود وارجع لك. محمود. هلا والله. حياك الله معي، انت على الهواء، تفضل، شنو المشكله تواجهها في الجامعه؟ طبعا احنا بالجامعه نتعرض لتخبطات اداريه وايد. نعم. منها الجدول الدراسي اللي تاخر بالدفع. نعم. وفي اخر مره صارت صفقه ال 40 دينار على تاجيل الامتحان. تمام. في بعد عندك تعليق ثاني؟ لا. شكرا لك، يعطيك العافيه. وصلنا ايضا تعليق من اخونا اللي قاعد يتابعنا بدر الشمري، يعطيك العافيه اخوي بدر، يقول ابي اسال شنو يكلف الجامعه تاجيل الاختبار؟ انا باجي لي كورسين واتخرج والحين ما اعترفوا بالمسارات في اداره الاعمال، وفي اخت شاركت قالت اعلى درجه ياخذونها 19، احنا باداره الاعمال اعلى درجه ناخذها 17. اتمنى تعليق يوصل اخوي بدر. قول لي بتقوله قطعاً. بس عندي تكمل على المشاكل الأكاديمية اللي تواجه طلبتنا في الجامعة. نعم. مسألة التظلم. إيه؟ عندنا إذا تبي ترفع تظلم على الامتحان تروح تقدم تظلم وتدفع في المالية 10 دنانير. تمام. لكن التظلم عبارة عن شيء واحد، هو إعادة حسبة الدرجات، يعيدون النظر في حسبة الدرجات لكن ما يعيدون النظر في تصحيح الاختبار كامل. تمام. يتعنى الطالب يروح يدفع 10 دنانير ويطالب بال التظلم علشان امتحانه لكن ما في أي نتيجة غير أن يعيدوا له جمع الدرجات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في عندنا مشكلة الليسن اللي هي تواجه أغلب طرحناها الحلقة اللي طافت. فللحين ما في أي حل بخصوص الليسن للطلبة الوافدين، واللي صعب عليهم أنه يروح ويرد بتاكسي ويدفع 10 دنانير و15 دينار في الأسبوع فقط عشان يجي ويروح الجامعة يحضر محاضراته. تمام. انا ايضا خلوني يعني اذكر مره اخرى بان يعني التعليقات اللي وصلتني اتمنى ان اقراها بشكل سريع جدا على تويتر، يعني ايضا هناك بعض التعليقات اللي وصلت، ولكن لضيق الوقت فقط يعني ساشكر الشباب اللي تواصلوا معي. على سبيل المثال الشباب اللي تواصلوا معنا من بدايه الحلقه اليوم كانوا يتكلمون عن هذه القضايا، طلبه الجامعه اوجه لهم تحيه خاصه على جهودهم الجباره. يعني اخونا احمد زمان يعني عنده مجموعة من الأسئلة طرحها ومجموعة من القضايا راح أفصل فيها في حلقات أخرى عن الجامعة العربية المفتوحة إذا تمت المناظرة. اختيرانية أيضا يعني كان لها دور في طرح بعض الآراء. بانا القطان اللي ما شاء الله متابعتنا من البداية، كل الشكر والتقدير لها على التواصل معنا. أيضا عندنا الأخت مميزة اللي طرحت يعني شكر خاص لبرنامج أكاديمية. جابر الوقت بيخلص. محمود معنا؟ محمود مش نخبينا؟ محمود درويش. الو محمود، حياك الله معي. الله يحييك محمود. انا اليوم كنت قاعد اتابعك على تويتر. زين. اي فقاعد اتابع وقاعد اشوف يعني ابرز المشاكل، وكأنك مصور صوره مع جابر. عدل؟ عدل. ومو كاتب عليها سيلفي بعد؟ بلى. وقاعد اقول لك متابع على تويتر. طيب قول لي شو المشكله اللي عندك؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد. أول شيء أشكركم بقناة سكوت وأشكرك أخوي أحمد على إتاحتنا الفرصة لإيصال صوت الطلبة للجامعة العربية المفتوحة وطرح مشاكلهم.
وبصراحة وحقوقهم المسلوبة من قبل الإدارة الجامعية من جميع الجوانب. نعم. كطلبة الجامعة العربية المفتوحة احنا تعودنا في كل كورس قرار تعسفي من قبل الإدارة، وكأنهم يطبقون نظرية مدير الفرق بأن السقوط سنة الحياة الجامعية. نعم. آخر قرار صدر أخوي أحمد وتطبق فورا أثناء ما أعلنوا عنه خلال ثاني يوم اختبارات الفصل الدراسي الأول المتر. من المتعارف عليه أن الشيء الغلط يتعالج بالشيء الصح أخوي أحمد. نعم. يعني الوقت انتهى أخوي محمود، كنت أتمنى أنك تكون أسرع حتى يعني نطرح الفكرة بشكل سريع جدا. كل الشكر والتقدير لك، متابعك مثل ما قلت لك في تويتر. اليوم كتبت هاشتاج الـ AOU فشفت صورتها، أول صورة طلعت لي. شنو حاب تعلق يعني في نهاية البرنامج؟ عندنا 10 دقائق، أبرز القضايا اللي من الممكن أن المجلس الحالي يتبناها ويطالب فيها وتعتبر هاجس لكل الطلاب. أول شيء بما أن احنا قبل أن نختم، أنا أود أن أوجه رسالة نعم الى امين عام مجلس الجامعة الخاصة الدكتور حبيب ابل نعم، ولا وزير التربية الدكتور العيسى نعم، بان يتم الاطلاع على التخبطات الادارية في الجامعة العربية المفتوحة. لماذا يتم السكوت عن ادارة الجامعة العربية المفتوحة؟ منذ متى وطلبة الجامعة العربية المفتوحة تعاني من تخبطات ادارية وقرارات تعسفية ولم يتم الاطلاع عليها؟ احنا اذا طلبنا اكثر من مرة اجتماع مع دكتور حبيب ابل وجانا الجامعة مسي عليه بالخير، لكن ماذا حصل؟ دكتور حبيب أول يجينا الجامعة بعدها يطلع ما نشوف أي قرار. إحنا يوم تجينا الجامعة ونجي نكلمك أو نطرح رسالة لك، نبي قرار، نبي فعل، ما نبي إحنا ما نبي أحد يسكتنا وخلاص يلا مشوا، لا نبي شيء، نبي أفعال. شنو أفعالهم جابر؟ شنو كانت ردود؟ أنا بقولك شغلة، إحنا كان عندنا شوف مطالب قدمنا حق المقر الرئيسي 18/3، قدمنا حل جذري لمشكلة المسارات، إدراج برامج جديدة والماجستير، تطوير النظام الإلكتروني، زيادة عدد الشعب الدراسية، إدراج كافة مواد التخصص. شنو ردة فعلهم؟ طرشوا عليه كتاب، هذا كتاب قدمناه 18/3 باعتصام، ردوا عليه شهر 5 بأن جاري العمل عليها وإحنا قاعد نمشي ترى فيها، إحنا مو ساكتين ترى. مظلات حطينا طيب جابر إذا 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 ردوا عليك شهر 5 وإحنا الحين في شهر 11 بس 6 أشهر، ما أعتقد إنه بست أشهر يقدر يقرب ماجستير ولا مسارات جديدة. أيضا نعطيه وقت ثاني. إحنا الحين أنا يوم أتكلم أنا ما أتكلمك إن أنا أول مرة أطلبه، أنا طالب صار لي 3 سنوات. هذه متابعة لمطالبنا، متابعة. أنا قاعد أطالبك من 2010 على المسارات، 2011 قاعد أطلبك، تجينا الحين 2014 ترد علي والله أنا وقعت عقد أنا قاعد أمشي فيه. لا لا تمشي أنت، افعل، روح سوي شيء. ليه متى إحنا مشاكلنا؟ تجيني على آخر لحظة تقول لي 40 دينار على الطلبة. يا أخي حس بطلبتك، حس بمعاناة الطالب. ما كان لكم مظاهرات؟ كانت لنا كثير من اعتصامات. اليوم كانت عندنا وقفة احتجاجية، اليوم وقفة احتجاجية دكتور محمد مرغني مس عليه بالخير مدير المالي المغر الرئيسي قاعد بمكتبه فوق ما ينزل حق الطلبة. قرار مالي دكتور موضي الله يرضى بسام سافرة، منو يمسك مدير الفرق؟ دكتور محمد مرغني. طيب خلنا ناخذ اتصال أخوي جابر، يعني اسمح لي، من القلاف علي القلاف. من مدير علي القلاف الإعلام في المقر الرئيس. حياك الله استاذ علي القلاف، مرة أخرى ذكرني بمسماك، مدير العلاقات العامة من المقر الرئيسي، مدير إدارة العلاقات الثقافية والإعلام في المقر الرئيس. نعم، سمعت مشاكل الطلبة عندنا استاذ علي. والله للأسف الطلبة اليوم كنت معاهم، بس الآن جاني اتصال من قناتكم الكريمة وما حظيت الفرصة اني اسمع ما قيل. يعني طيب اختصر لك اللي قالوه. تفضل. يعني ما ظل شيء ما قالوه في البداية، تكلموا عن المسارات، تكلموا على المواد، تكلموا على تخبط الشعب في بداية كل كورس، تكلموا على المرافق العمومية كالكافتيريا، تكلموا على قضية الأربعين دينار طلعت، تكلموا على مطالبهم بدراسة الماجستير، تكلموا على مطالبهم بالمسارات اللي يتخرج، تكلموا على درجاتهم، على واجباتهم، على الخدمة الإلكترونية. يعني بشكل سريع جدا هذه 15 شغلة ناقشناها. شنو رأيك حول هذه المطالب؟ والشباب اللي عندي يعني من أخوي جابر شمري والقطان والفياض يعني عندهم استياء شديد جدا، بالإضافة إلى بعض التعليقات اللي وصلتني من واتساب مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر، بالإضافة إلى اتصالات اللي تلنا على الهواء والاستياء الكبير جدا، خصوصا على قضية تأجيل الامتحان المرتبط بأربعين دينار، وإذا كانوا هناك 3 أخوان أو 4 أخوان وعندهم لا سمح الله مشكلة في البيت يضطر أن يغيب يوم يومين، معناته حياته ضاعت. شنو تعليقك على هذه الأمور كلها؟ بداية أنا أمسي عليك بالخير وعلى ضيوفك الإخواني الطلبة وأبناء الطلبة، ولا شك
احنا نقول لكم تحيات المقر الرئيس بإدارة العليا برئاسة الدكتور رمود الحمود. نعم. وكل اركان الإدارة العليا، واحب اكد لك احنا كمقر رئيس الضامنة والحامية لكل ابنائنا الطلبة في 8 فروع في الدول العربية. نعم. الان فيما اثير اليوم ايضا حظيت فرصة اللقاء مع اخواني الطلبة ونقلوا لي مطالبهم، بس نبي نكون شوية منظمين في قضية طرح الافكار عشان يعني نقدم جرعة كافية للسيد المشاهد يفهم تماما ايش الوضع الحاصل. فيما يتعلق فرع الكويت، لا شك هناك مجموعة من المطالبات والاستفسارات عند الطلبة. الإدارة العليا في الجامعة، إدارة المقر، تتعاطى معها وفق الأنظمة واللوائح المعمولة. نعم. لا تشك لحظة، وإن كنا نتعاطف مع أحوال إخواننا الأبناء الطلبة، لا تشك لحظة أن الجامعة ستعمل بعكس مصلحة أبنائها. هذا أول شيء. الآن هذا لا أعتبره ديباجة في الكلام، لكن هذه فرشة مناسبة نبدأ مع حضرتك فيها والإخوان حضور السادة المشاهدين يسمعونها، أنه فيما يتعلق بقضية المطالبات. تمام. ببدأ معك من الآخر. هناك حدث لغط في قضية تأجيل الامتحانات والرسوم. أيه. ولذلك صدر قرار تنظيمي في هذا الإطار وحدد الفئات اللي تعفى من رسوم تأجيل الامتحانات. ليش هالقرار أستاذ علي؟ نعم. ليش هالقرار؟ القرار هذا جاء ليعالج أي اختلالات قد تكون موجودة من غير ما يكون في تغول في من قبل طلب على آخر. هذا يحفظ حق الجامعة ويحفظ حق الطلبة في الاتجاهين. القرار كالتالي: يعفى من الرسم كل من ثبت أن بسبب جداول الجامعة أن عنده امتحانين في يوم واحد. تمام. واحد. اثنين، يعفى كل من قدم عذر طبي مصدق من جهة اعتماد في دولة الفرع، يعني من المجلس الطبي، من رئيس المجلس الطبي. المجلس الطبي وجاري الآن التنسيق مع إن شاء الله الأسبوع القادم المجلس الطبي حول الآلية المناسبة اللي ما تعطل فيها الطلبة في حال لجوءهم إلى هذا الإجراء. تمام. ما عدا ذلك، كل مدير فرع في الظروف القهرية، أوكي، كل مدير فرع له الصلاحية أن يحدد قهرية الظرف من عدمها، وأكيد ما في مدير فرع تعين الجامعة راح يكون ضد الطلبة. نعم. فهذه بعجالة ما يتعلق بالمطالبات الأخيرة. نعم. أستاذ علي. نعم. يعني كل الشكر وتقدير لك على التواصل معنا، على الاتصال، ومجرد اتصالك يعني على الهواء يعتبر بمثابة خطوة صادقة على تبني كل هذه القضايا العالقة وأصراركم على إن شاء الله بإذن الله حل هذه القضايا والمشاكل. يعني بشكل سريع جدا ردك على الكلام اللي قاله. أول شيء مسي عليه بالخير أستاذ علي قلاف، أنا كنت حبيت أني أكلمه. هو قال إحنا المقر الرئيسي نتبنى كل قضايا الطلابية ونتعامل معها بشكل سريع. زين، أنتم تبنون قضايانا ما تدرون احنا ليش قاعد نلجأ لكم؟ ليش الطالب يلجأ للمقر الرئيس؟ ليش ما يلجأ لإدارة الفرع؟ تمام. ليش ما سألوا نفسهم هذا السؤال؟ انا كنت حبيت اني اسال حق علي القلاف ان الطالب ليش يجي حق المقر الرئيس ما يروح حق إدارة الفرع؟ لان في تخبط وقرارات تعسفية من إدارة الفرع. تمام. اللي اطلبه من الدكتور رمود الحمود الان انها تشوف دكتور نايف بجاد مطيري وتشوف القرارات الأخيرة والقرارات التعسفية. نبي تدخل، ما نبي حل مشكلة وخلاص، لا، نبي يوقفونا. تمام. وقفوا الدكتور عن القرارات التعسفية اللي قاعد تطلع من عنده. خلاص اعتقد ان القرارات ما هي فردية جابر. استاذي ماكو قرار فردي يطلع بالجامعة استاذي، لكن انت مدير فرع. يوم اجيك انا واكلمك السنة اللي طافت تقول لي انا عبد المأمور، مسا عليه بالخير دكتور نايف، يقول لي انا عبد المأمور. طبعا مو قرار فردي، انا معك. اذا عبد المأمور، اذا انت اذا كنت عبد المأمور، اذا قدم كتاب رفض للمقر الرئيسي. اذا كان قرار، انا الحين المسؤول وانت مدير عندي، اعطيك قرار اقول لك نفدى على المسؤولين الموجودين هنا، تقدر بامكانك ترجع لي بكتاب تقول لي انا ارفض القرار هذا من وجهه نظري. طبعا يفدي رايي على الاقل. قدم الشيء هذا، سوي لنا شيء. اخر دقيقتين عندي خلاص. اخر شيء بس عشان ما تفرس حق الشباب، الطالب جامعه مفتوحه مغهور، هموم طلبه. نتمنى من وزير التربيه والتعليم التدخل السريع. يا جماعه ملينا خلاص، نبي حل مشاكلنا. طيب انا وصلني تعليق، خلينا نقرا يعني استكمالا لما قلت. حال لسان طالب الجامعه العربيه المفتوحه، الى متى التخبط، الى متى المشاكل، إلى متى والمشاكل تنعاد كل مرة من سنين. السؤال إلى متى للإدارة يعني بتحب تنحل هالمشاكل ولا لا؟ طبعا مجاوبين كاتبين طبعا لا. طيب شباب عندكم آخر 20 ثانية. 20 ثانية مخرج بعدين انك اسمح لي، تفضل. أنا بس حبيت أختم كلامي. نعم. على موضوع الخريجين. نعم. أن يا ريت الإدارة الجامعية تشوف لهم حل. نعم. بخصوص أن الطالب يتخرج بشهر واحد لكن حفل التخرج يكون شهر 12. تمام. رقم 2، ما يستلم شهادة الجامعية من فرع الكويت إلا بعد شهرين،
والشهادة البريطانية ممكن تطول أكثر. تمام. بالنسبة لك الفياض، أنا بس أرد على مداخلة أستاذ علي. عندك 10 ثواني يا جماعة. 10 ثواني على شك سريع. هو ذكر أن اللي عنده تعارض في نفس اليوم، والغراطل عنده تعارض أيضا في نفس الساعة. تمام. علما أن قدمنا مقترح إلى تمديد فترة الامتحانات إلى 3 أسابيع، لكن هم خلوها 2 أسابيع. إذن هم من خلقوا هذا التعارض والنتاج، وبالتالي يرفض أن أحد يأجل اختباره إلا بدفع رسوم. إحنا سئمنا هذه القرارات، سئمنا التعسف الإداري، لا نعرف من المسؤول. إذا ذكرنا دكتور نايف غالب المغر الرئيسي، نطلب تدخل رئيسي من وزارة التربية. نعم. من رئيس مجلس الجامعات الخاصة بفرض رغابة والأخذ بعين الاعتبار هموم الطلبة. نحن نعاني بشكل كبير. نعم. جدا. شكرا لك الفياض. نهاية شكرا لكم استضافة تحت الفرصة. شكرا لك الفياض. شكرا لك جابر شمري رئيس مجلس الطلاب 2013، سموحة على قصر الوقت، مرة ثانية أعطيكم وقت أكثر. عبد الحمار قطان رئيس حركة المتحدون بالأنابة، شكرا لك. وكذلك عبد الرضا الفياض ممثل قائمة المستقلة، يعطيكم العافية، سموحة على الوقت كان قليل. أيضا شكر خاص وموصول للسادة المشاهدين اللي تابعونا، أيضا اللي تواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا اللي اتصلوا أو اللي وصلوا رسائلهم عبر الواتساب. هذه الحلقة كانت لكم اليوم، طلبة الجامعة العربية المفتوحة، وبإذن الله تكون عندنا حلقات أخرى لهذه الجامعة حتى يتم حل هذه المشكلة وراهم ما نخليهم إن شاء الله. اسمحونا على خير.